قال مسؤول إسرائيلي رفيع إن قوات الجيش الإسرائيلي شنت هجمات جديدة في سوريا بعد إسقاط الطائرة الروسية عن طريق الخطأ الشهر الماضي. يذكر أن طائرة روسية جرى إسقاطها بمضادات النظام السوري الدفاعية في 17 من شهر أيلول سبتمبر الماضي، تزامنا مع هجوم جوي إسرائيلي على شحنة أسلحة إيرانية إلى سوريا وفق ما أعلنته الحكومة الإسرائيلية.